المشاركة ديالنا مشاركة هو أقل شيء ما يمكن أن نقوم به، مشاركة للتنديد وللتضامن، للتنديد بالكيان الصهيوني الذي تجاوز هذه المرة كل ما يمكن أن يتصوره العقل في ضرب سافر للمبادئ والقيم الإنسانية والدولية، وفي نفس الوقت تضامن مع إخواننا في فلسطين في هذه الأيام المباركة وفي غزة بالذات، لتأكيد مجددا على ضرورة الصمود وعلى ضرورة مواصلة مساندة من طرف جميع الضمائر الحية الغيورة المتشبتة بحق الإنسان في الوجود وفي التعايش مع أخي الإنسان. أتظنون أن الموقف الحكومي المغربي يصبو إلى صوت الشارع المغربي؟ الحمد لله الموقف ديال المغرب جميع المكونات ديالو دائما كان في الموعد، وكنظن هذه المرة كذلك. ما غاديش الموقف، القضية الفلسطينية دائما الحمد لله كانت جميع مكونات المغرب متراصة إزاءه، كل واحد يقوم الدور دياله الحمد لله. شكرا.